وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، وذلك لحضور منافسات مهرجان رويال وينسور الملكي الدولي للفروسية. رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.